السلام عليكم. اليوم نروحوا لولايه الجزائر العاصمه وبالضبط في منطقه بوشاوي لنعرفكم على هذه الحديقه المائيه الجديده، وهذا يعني الفكره الجديده نيو كونسبت، يعني خلق شاطئ اصطناعي بلاج ارتيفيسيال. ان شاء الله المشاريع هذه الجميله تكون في مناطق اخرى وين يعني ما كانش شاطئ تاع البحر، ممكن نخلق شواطئ من هذا النوع ولكن بحجم أكبر، شيء يعني جدير بتشجيع. أترككم تتابعون والسلام عليكم.